بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي هنتكلم على شاشة الغياب. ده طبعا لازم نبقى واخدين في بالنا طبعا البرنامج على الابيكس عنده اكتر من نوع في التعامل مع الحضور والانصراف او الغياب. اول حاجة ان انا عندي ادخال يدوي، ده اللي هنتكلم عنه بالنسبة لشاشة الغياب، وفي حاجة تانية اللي هي حضور وانصراف يدوي، والشق التالت عندي اللي هو الحضور وانصراف البصمة. دلوقتي هنتكلم عن شاشة الغياب اليدوي. طبعا نتذكر شاشة الاعدادات بتاعت حضور الانصراف. انا طبعا ان انا المفروض في هنا شاشة الغياب ان انا لاغي كل حاجة، ان انا مش مأكتف اي حاجة عشان ابقى عارف ان انا عندي شاشة حضور شاشة غياب يدوي. اللي هي ازاي؟ اول حاجة باجي في بيانات الاجراءات هلاقي عندي ظهرت هي بيانات الغياب، دي شاشة الغياب اليدوي. ان هنا انا عندي البرنامج ما عنديش اي حضور وانصراف يدعمني في البرنامج، فبشتغل ان انا بدخل الغياب للموظفين، بدخل اسم الموظف طبعا، بحدد اليوم اللي غاب فيه واختار نسبة الخصم. عندي نسب الخصم زي ما شايف، ممكن اخصم اليوم بنص، بيومين، بيوم ونص، بيومين، زي ما انا عايز. وفي كمان عاملين نسبة خصم اللي هي بدون، لو انا الموظف مستخدم مش عايز اخصم، ولكن الموظف ده غاب اليوم ده وانا عايز اخصم اليوم بيومين، بحدد نسبة الخصم اتحسبت لي واعمل حفظ كده انا عملت غياب الموظف. لو جيت عملت اجازه للموظف في نفس يوم الغياب مش هيقبل البرنامج معايا. وبالمثل ما ينفعش اعمل اجازه للموظف عنده غياب او اعمل غياب للموظف متسجله اجازه. بالنسبه لشاشه الغياب اليدوي كده بدخل كل غياب الموظفين حسب اليوم اللي انا عايزه، طبعا بختار الموظف واحدد اليوم اللي غاب فيه وادخله له. وبكده يبقى احنا خلصنا شاشه الغياب. شكرا.